خطبني 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 خطبني. انا مش مصدقه نفسي. خطبني خطبني يا حور خطبني. ايش فيه ايش فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش اللي خطبني خطبني خطبني؟ طلع رجع رجع يا حور رجع. وراح شبتهم جه عندنا الاول قال لهم انا رجعت عشان صح. قال لهم لولا سحر ما كنتش رجعت. اهدي 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 والخرابيط هذه خليها على جنب. فهميني وش اللي صار بالضبط. بقول لك طلال 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 جه وخطبني من اهلي. خطبني على صلة الله ورسوله. مبروك. الله يبارك فيك. بجد بجد انا هتجنن. مش مصدقه نفسي مش مصدقه نفسي. طيب واهلك وش ردوا؟ قال لهم انه يبيك بالسر؟ دخوله علينا بالثقة دي بيأكد حاجة واحدة بس، بيأكد إنه في حد من جوه البيت بينسق معاه. فهماني؟ وبعدين أنا مستغرب من طريقة تصرفاتك كده وردود أفعالك قصاد اللي حصل ده.